مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. هذا الفيديو موجه إلى تلاميذ أولى بكالوريا علوم تجريبية وأولى بكالوريا علوم رياضية في إطار الفيديوهات المخصصة لدرس المنطق سيوندولوجيك. في هذا الفيديو سنتحدث عن نوع من أنواع الاستدلالات اللي هو raisonnement par contraposé. في الفيديوهات السابقة شفنا لي كونيكتور لوجيك، شفنا لا نيغاسيون، لا كونجونكسيون، لا ديجونكسيون، لامبليكاسيون اي ليكيفالونس. وباش تستافدوا اكثر يمكن لكم تشوفوا الفيديوهات السابقه. اذا غنبداو هذا الفيديو بالديفينيسيون ديال لي لوجيك. دونك غادي نقراو لا ديفينيسيون ديال شنو هما لي لوجيك. دونك on appelle une loi logique toute proposition constituée par des propositions liées entre elles par des connecteurs logiques. هذوك لي كونيكتور لوجيك كنقصدو بهم الكونجونكسيون، لا نيغاسيون، الكونجونكسيون، ديجونكسيون، دونك ولا امبليكاسيون اللي هما مكونه نيت من هادو، لي كافالونس لا ميم شوز اي كي توجور فري. دونك هذاك البروبوزيسيون كتكون ديما فري، ديما صحيحه، كيلكو سوا لا فالور دو فيريتي دو بروبوزيسيون كي لا كونستيتيو. يعني كتكون ديما صحيحه بالرغم من هذا، يعني بغض النظر على الفالور دو فيريتي ديال هادوك لي بروبوزيسيون اللي مكوناها. غادي نشوفو لي لوا لوجيك، غادي نشوفو لي زيكزامبل ديال لي لوا لوجيك. دونك غادي ندوزو لي زيكزامبل، دي زيكزامبل هما هادو. دونك هادو سون دي لوا لوجيك، المعنى ديالو بمعنى ان هاد لي بروبوزيسيون، مثلا هاد البروبوزيسيون الاولى، يعني الفالور دو فيريتي ديالها ديما كتكون فغي بغض النظر واش هاد بي فو ولا فغي، بغض النظر فوس ولا فغي، بغض النظر هاد كي لا فالور دو فيريتي ديالها كي دايره. دونك غادي تكون العكس ديال كي، نونبي غادي تكون العكس ديال بي بطبيعه الحال. دونك بغض النظر على دونك هنا هاد البروبوزيسيون مكونه من جوج ديال لي بروبوزيسيون اللي هي بي كي بطبيعه الحال، لا نيغاسيون ديال بي ولا نيغاسيون ديال كي. دونك قلنا هاد البروبوزيسيون غادي تكون توجور فغي، ديما غتكون فغي بغض النظر على كيفاش غادي، بغض النظر على لي فالور دو فيريتي ديال بي وكي. لا ميم شوز بالنسبه لهادي ولا ميم شوز بالنسبه لهادي، هادو كلهم سون دي لوا لوجيك، بمعنى ان هاد لي بروبوزيسيون ديما تيكونوا فغي. لا ميم شوز بالنسبه لهادي، لا ميم شوز بالنسبه لهادي، وبالنسبه لهادي دونك هادي هاد لابار هادي راه كنعنيو بها النون، يعني كان لا نيغاسيون ديال بي وكي، لا نيغاسيون ديال هادي كلها. دونك غادي تعقلوا على هاد لا نيغاسيون لان غادي نستعملوها من بعد. لا نيغاسيون ديال بي وكي ايكيفالون لا نيغاسيون ديال بي اي لا نيغاسيون ديال كي، بمعنى الكونجونكسيون ديال لا نيغاسيون ديالهم بجوج. دونك هنا عندنا لا نيغاسيون ديال ديسجونكسيون هو الكونجونكسيون ديال لي نيغاسيون بجوج. دونك هنا هاد او راه كنردوها اي، دونك هاد لا نيغاسيون ديال هادي كلها هي هادي، وهادي من طبيعه الحال سي اون لوا لوجيك اللي كتكون ديما الفالور دو فيريتي ديالها صحيحه. لا ميم شوز بالنسبه لهادي، وهادو تيتسماو لي لوا دو مورغان، هاد لي لوا هادو. دونك غادي نشوفو مثلا، غادي نديرو الطابلو دو فيريتي ديال هاد الاولانيه هادي، ويمكن لكم نتوما من بعد نتوما تجربو اولا الى عرفتو كيفاش تخدمو بلي طابلو دو فيريتي، يعني تحقق بلي انه دائما الفالور دو فيريتي ديال هاد لي لوا كاملين راه غادي تلقاه ديما تيكون فغي. دونك حنا غادي ندوزو الطابلو دو فيريتي، حنا غنديرو غير هاد الاولانيه هادي. دونك غادي نديرو الطابلو دو فيريتي ديال هاديك الاولانيه اللي هي بي امبليكي ايكيفالون ان نون كي امبليك نون بي، يعني نون كي امبليك نون بي. وفي واحد لا غومارك في الفيديوهات السابقه كنا شفنا شنا هي هادي. دونك قلنا بلي ان هادي كتسمى كونترابوزي ديال هادي. دونك شفنا درناها في واحد لا غومارك في الفيديوهات السابقه. دونك ندوزو للطابلو دو فيريتي. دونك الطابلو دو فيريتي هو هذا، هنايا عندنا جوج ديال لي بروبوزيسيون اللي هي بي و كي. دونك هما هادو لي فالور دو فيريتي ديال هاد. قلنا ديما فاش كيكون عندنا جوج ديال لي فالور دو فيريتي، راه جوج ديال لي بروبوزيسيون راه تيكون عندنا اربعه ديال لي كار اللي هما هادو. فاش كيكونوا بجوجهم فغي، فاش كتكون الاولانيه فغي والثانيه فوس، فاش كتكون الاولانيه فوس والثانيه فغي، وفاش كيكونوا بجوجهم فوس. دونك وكتلاحظوا هنا بلي انه العدد ديال الخانات تزاد هنايا. علاش؟ لانه هنايا خصنا غادي نحطوا فيها الفالور دو فيريتي ديال نون بي، حيتاش عندنا نون بي، وفي هاد الخانه غادي نحطوا الفالور دو فيريتي ديال نون كي اللي هي هادي. ومن بعد عندنا هاد البروبوزيسيون هادي اللي هي بي امبليكي، حتى هي غادي نديروها في هاد الخانه. دونك عندنا الفالور دو فيريتي ديال بي امبليكي، وعندنا الفالور دو فيريتي ديال نون كي امبليك نون بي. دونك حتى هي سيت اون بروبوزيسيون خصنا نعرفوا الفالور دو فيريتي ديالها. عاد عندنا الفالور دو فيريتي ديال هاد البروبوزيسيون كامله نديروها في هاد الخانه.
دونك هذه كاملها دونك هاد ليكيفالونس كاملها غادي نديرو الفالور دو فيغيتي ديالها في هاد لا كولون الاخرانيه. دونك غادي نبداو بالنوم بي. دونك نوم بي دونك ها هي بي. الا كانت بي فري كيفاش غتكون نوم بي؟ غتكون بطبيعه الحال فوس. اي هنايا كانت فري دونك هنا غتكون فوس، وهنا كانت فوس دونك غتكون فري. دونك هنايا كانت فوس لا نيغاسيون ديالها غتكون فري. لا ميم شوز بالنسبه للنون كي، يعني لا نيغاسيون ديال كي، يعني الا كانت كي فري لا نيغاسيون ديالها غتكون فوس، الا كانت كي فوس لا نيغاسيون ديالها غتكون فري، الا كانت كي فري لا نيغاسيون ديالها غتكون فوس، و الا كانت كي فوس لا نيغاسيون ديالها غتكون فري. دونك لا نيغاسيون هي تكون العكس ديال الفالور دو فيريتي ديالها. مزيان، دونك غادي نشوفوا دابا الفالور دو فيريتي ديال هاد لامبليكاسيون اللي هي بي امبلي كي. دونك كيما شفنا في الفيديوهات السابقه كيفاش كنحددوا الفالور دو فيريتي ديال واحد لامبليكاسيون. دونك قلنا الا كانوا بجوجهم فغي راه كتكون فغي، دونك فيها حاله وحده اللي فوس، هي هذه هي فاش كتكون بي اللي هي الاولانيه فغي وفاش كتكون الثانيه فوس. دونك هذه هي فاش كتكون، هذه هي الحاله فاش كتكون لابليكاسيون فوس. وفي هذه الحالات بجوج، دونك فاش كتكون الاولانيه فوس والثانيه فري كتكون لابليكاسيون فري، فاش كيكونوا بجوجهم فوس كتكون لابليكاسيون فري. دابا غادي نشوفوا الفالور دو فيريتي ديال هاد لابليكاسيون اللي هي نون كي امبليك نون بي. دونك هاد المره لابليكاسيون كاينه لهاد جي، نون كي امبليك نون بي، يعني من هنا من نون كي هي اللي تامبليكي نون بي. دونك الا كانوا بجوجهم فوس من طبيعه الحال لابليكاسيون غتكون فري، الا كانت الاولانيه فغي والثانيه فوس، لان يعني الاولانيه هنا هي مونكي، الاولانيه هي هذه اللي كتكون على اليسار. دونك الاولانيه فغي والثانيه فوس، دونك لابليكاسيون غتكون فوس. الا كانت الاولانيه فوس والثانيه فغي غتكون لابليكاسيون فغي، ولا كانوا بجوجهم فغي لابليكاسيون غادي تكون فغي. مزيان، دابا حنا عندنا الفالور دو فيريتي ديال بي ام بلو كي، وعندنا اللي هي هادي، وعندنا الفالور دو فيريتي ديال نون كي امبليك نون بي اللي هي هادي. دونك عندنا لي فالور دو فيريتي ديال هادي، وعندنا لي فالور دو فيريتي ديال هادي. دابا بينا نعرفوا الفالور دو فيريتي ديال ليكيفالونس. وفي الفيديو اللي فايت شفنا كيفاش كنحددوا امتى تتكون ليكيفالونس فغي وامتى تتكون فوس. قلنا بلي انه ليكيفالونس كتكون فغي ملي هادوك لي بروبوزيسيون اللي مكونينها، هنا مكونه هاد لامبليكاسيون وهادي، ملي كيكونوا عندهم المي فالور دو فيريتي. دونك هنايا عندهم المي فالور دو فيريتي دونك فغي، هنا عندهم المي فالور دو فيريتي حيتاش بجوجهم فيهم فوس، دونك عندهم مي فالور دو فيريتي دونك فغي. هذا هنا عندهم مي فالور دو فيريتي دونك فغي، عندهم مي فالور دو فيريتي دونك فغي. دونك هنايا كنلاحظوا بلي انه هاد لا لو هادي او هاد البروبوزيسيون هادي ديما كتكون فغي، بغض النظر على الفالور دو فيريتي ديال بي ولا كي، ديما فغي. كيما بغات تكون الفالور دو فيريتي ديال بي ولا كي، ديما هاد لا بروبوزيسيون اللي هي ليكيفالونس ديال هاد جوج ديال لي زابليكاسيون تتكون توجور فغي. داكشي علاش كنسميوها هذا هو ديفينيسيون ديال لوا لوجيك. لوا لوجيك هي واحد البروبوزيسيون اللي تتكون توجور فغي، اللي كتكون ديما فغي بغض النظر على هادوك لي فالور دو فيريتي ديال هادوك لي بروبوزيسيون باش نصوبها. دونك غادي ندوزو للريزونمون باغ كونتراپوزي. دونك le raisonnement par contraposé est basé sur la loi suivante: P implique Q équivalent à non Q implique non P. Parfois, il est difficile de montrer P implique Q, donc il suffit de montrer non Q implique non P. Donc, علاش كنحتاجو هاد لو raisonnement par contraposé؟ يعني كاينين شي بعض المرات في لي زيكزيرسيس كيطلبوا منا بلي انه نديمونطريو هاد لامبليكاسيون. دونك باش ملي كتكون صعيبه هاد لامبليكاسيون اننا نديمونطريوها، كنديمونطريو هادي. دونك علاش كنديمونطريو هادي؟ لان الا ديمونطرينا هادي بمعنى بينا بلي انها صحيحه، اوتوماتيكمون راه هاد لامبليكاسيون غادي تكون صحيحه. علاش؟ لانه كنعرفوا بلي ان هذا سيتون لوا لوجيك، دونك هاد البروبوزيسيون سيتون لوا لوجيك، المعنى ديالها بلي انه كتكون صحيحه، بمعنى هاد ليكيفالونس راه صحيح. والا كان ليكيفالونس راه صحيح، كنعرفوا امتى كيكون ليكيفالونس صحيح. شفنا امتى كيكون ليكيفالون صحيح؟ كيكون ليكيفالون صحيح فاش كتكون هاد لي بروبوزيسيون اللي مكونه بجوج صحاح. دونك الا كان ليكيفالون صحيح وبينا بلي ان هادي صحيحه، اوتوماتيكمون هادي راه تتكون صحيحه. دونك غادي ندوزو لواحد ليكزومبل. دونك عندنا هاد ليكزومبل هذا: مونتري كو كلكو سوا اكس ابارتيان ا ار بلس، اكس ديفيرون دو 4 امبليك لا راسين دو اكس موان 1 ديفيرون دو اكس سور 4. دونك هنا كنشوفوا بلي انه صعيب يعني نديمونطريو هاد
يعني نديمونطريو هاد لامبليكاسيون. دونك خاصنا نستعملو دابا الريزونمون باغ كونترابوزي. دونك شنو هو الريزونمون باغ كونترابوزي؟ يعني غادي نمونطريو لامبليكاسيون الاخرى اللي هي نو هادي امبليك نو هادي. دونك يمكن لك توقف الفيديو هنايا وتحاول انطلاقا من هذاك الشيء اللي شفنا في التعريف واللي شفنا في هذاك يعني في هذاك طابلو دو فيغيتي، واش يمكن لك يعني تجاوب على هذا السؤال قبل ما ندوزو للحل. دونك حنا غادي ندوزو للحل دابا. دونك هنايا سوا اكس ابارتيان ا ار توا ار بلس، اون هنا بلس غادي تكون لتحت ماشي هنا الفوق، خاصها تكون هنا لتحت. اون x ديفيرون دو 4 امبليك x موانز 1 différent de x sur 4 équivalent à racine de x moins 1 égale à x sur 4 implique x égale à 4. Donc hadi c'est une loi logique. Hadi dit masriha li anna hadi l'implication équivalent à contraposé diala. Hadi le contraposé diala hadi li anna la négation de x différent de 4 il y a x égale à 4. Ou la négation de la racine de x moins 1 différent de x sur 4 il y a la racine de x moins 1 égale à x sur 4. دونك هنايا دونك اون فا دومونطري. دونك بما ان هذه صعيبه نديمونطريوها دونك غادي نديمونطريو فقط هذه، والا لقينا هذه والا ديمونطرينا هذه راه هذه صحيحه، الا ديمونطرينا هذه بمعنى راه صحيحه بينا بلي انها صحيحه دونك هذه اوتوماتيكمون راه صحيحه. دونك اون فا ديمونطري كو لا راسين دي اكس موانز 1 ايكالا اكس سور 4 امبليك اكس ايكالا 4. دونك غادي نشوفوا هذه الاولانيه شنو غتعطينا. دونك اون لا راسين ديال اكس موانز 1 ايكالا اكس سور 4 امبليك اكس ايكالا 4 فاكتور لا راسين دو اكس موانز 1. علاش؟ لانه هنا درنا واحد العمليه حسابيه سهله، درنا استعملنا هذيك لا ريغلا كخوا، ولا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، بمعنى هاد اكس في الدينوميناتور ديال هاد الاولانيه اللي هي 1 اكس فوا 1 اللي هي اكس ايكال البرودوي ديال هاد الجوج اللي هي 4 فاكتور هاد الكونتيتي اللي هي اكس لا راسين دو اكس موانز 1. دونك من بعد غادي نشرو. دونك عندنا امبليك اكس ايكال 4 فاكتور 4 راسين دو اكس موان 4. دونك هنا من هنا فقط نشرنا، ومن هنا لهنايا جبنا هادشي كله لهاد جي، بمعنى اكس موان 4 راسين دو اكس بلس 4 ايكال 0. ومن بعد هاد اكس يمكن لينا نكتبوها هي الراسين ديال اكس كاري، هاد اكس دونك دائما اكس هي الراسين ديال اكس كاري، وهاد موان 4 كتبناها هي موان 2 فوا 2 راسين دو اكس هي هادي، وهاد 4 كتبناها هي 2 على بويسونس 2 ايكال 0. دونك هادشي ايكال 0. علاش كتبناها بحال هكا؟ باش تبان لينا بلي انا هادي سيتي نو دونتيتي ومحكاب اللي هي ا كاري موان 2 ا بي بلس بي كاري. دونك هادي غادي تعطينا هي الراسين ديال اكس موان 2 او كاري ايكال 0. دونك هادي شنو غادي تعطينا فاش كتكون عندنا الراسين ديال اكس موان 2 او كاري ايكال 0؟ فاش كيكون عندك واحد الكاري كيساوي 0، بمعنى داكشي اللي لداخل الكاري راه كيساوي 0. دونك هي هادي غتعطينا لا راسين ديال اكس موان 2 ايكال 0. دونك هنا استعملنا من هاد الباساج لهاد الباساج استعملنا واحد الخاصيه اللي ديجا شفتوها في الترون كومان، اللي هي فاش كيكون عندك واحد الاكس كاري، فاش كيكون هاد الاكس واحد الغييل، فاش كيكون اكس كاري ايكال 0 راه ايكيفالون اكس ايكال 0. دونك الا عندك هادي عندك الحق تقول هادي، والا عندك هادي عندك الحق تقول هادي. دونك هذاك الشيء اللي استعملنا من هذا الباساج لهنايا. ومن بعد فقط غادي نزيدو 2 2، بمعنى هاد الشيء امبليك لا راسين ديال اكس غادي نردو هاد موان 2 لهنايا، ولا غادي نزيدو في الحقيقه 2 2 غادي تعطينا راسين دو اكس ايكال 2. ومن بعد غادي نديرو الكاري، الا درتي لهاد الراسين الا درنا الكاري غتعطينا اكس، و 2 الا درنا لها كاري غتعطينا 4. دونك ها حنا ديمونطرينا هذاك الشيء اللي خصنا نديمونطريو، اللي هي هذه لا راسين ديال اكس موان 1 ايكال اكس سور 4 امبليك اكس ايكال 4. دونك ها هي ديمونطريناها، لقينا بلي انها هذه كتعطينا، لقينا بلي انه الراسين ديال اكس موان 1 ايكال اكس سور 4 امبليك اكس ايكال 4. دونك اي باغ سويت دونك هذه صحيحه. دونك اي باغ سويت اكس ديفيرون دو 4 اللي هي هذه امبليك لا راسين دو اكس موان 1 ديفيرون دو اكس سور 4. دونك غادي ندوزو لواحد ليكزيرسيس. دونك لينونسي ديال ليكزيرسيس هو هذا، سوا اكس ايكغيك زد 3 غيل ديمونتري كو اكس بلس ايكغيك سوبيريور ستريكتومون ا 2 زد امبليك اكس سوبيريور ستريكتومون ا زد او ايكغيك سوبيريور ستريكتومون ا زد. دونك يمكن لك توقف الفيديو هنايا، هذا هو لينونسي ديال ليكزيرسيس، وتحاول انك تخرج هذا ليكزيرسيس قبل ما تدوز للحل.
دونك حنا غادي ندوزو دابا للحل. دونك لا سوليسيون ديال ليكزيرسيس دونك غادي نستعملو فيها دائما هذاك الديمونستراسيون او لا ريزونمون ديال ريزونمون بار كونترابوزي. دونك هنا عندنا واحد لامبليكاسيون دونك ممكن نستعملو لا كونترابوزي بمعنى غادي نديرو نون هادي نون هادي امبليك نون هادي بمعنى لا نيغاسيون ديال هادي امبليك لا نيغاسيون ديال هادي. دونك بور ديمونتري كو x plus y supérieur strictement à 2y à 2z implique x supérieur à z ou y supérieur strictement à z. Donc, on va dire la négation de l'hadith implique la négation de l'hadith. Donc, il suffit de montrer que la négation de l'hadith implique la négation de l'hadith. On a dit la négation, on a dit la négation de l'hadith. Ou il a dit que les lois logiques que nous avons vu dans la vidéo, qui fait que nous avons la négation de la disjonction, c'est une loi logique, la loi de Morgan. Donc, on a dit la loi de Morgan. Donc, on a dit c'est-à-dire on va démontrer que يعني هذه ترجمناها لهنايا دونك ترجمنا شنو هي لا نيغاسيون ديال هاد لا ديجونكسيون هي كنديروا لا نيغاسيون ديال هاد الاولانيه ولا نيغاسيون ديال سوبيريور دي سوبيريور ستريكتروم هو انفيريور او ايغال دونك اكس انفيريور او ايغال ا زد وقلنا بلي ان هاد او كنردوها اي ودرنا عاوتاني لا نيغاسيون ديال ايغريك سوبيريور ستريكتومون زد اللي هي ايغريك انفيريور او ايغال ا زد Donc, implique had la négation d'y supérieur ou égal, y a inférieur ou égal. Donc, x plus y inférieur ou égal à 2z. Donc, d'abord, on va voir qui va faire 0. Donc, soit x, y, z, 3 réels, on a. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Donc, on a x inférieur ou égal à z, et y inférieur ou égal à z. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Donc, il y a dit, donc, on a x inférieur égal à z, y inférieur égal à z. Donc, qui a dit, la règle de calcul, les chutes l'ordre, les chutes de tronc commun. Il a dit, la règle de calcul l'ordre. Puis, on a dit, de x, et la couleur de catani, il y a un catani, il y a un catani. Donc, on a le droit de x plus y. Inférieur ou égal à z plus z. Donc, on a dit x plus y inférieur ou égal à z plus z. Donc, on a dit la 2z. Donc, implique que x plus z inférieur ou égal à z plus z. Donc, on a dit x inférieur ou égal à z et y inférieur ou égal à z implique x plus y ou z plus z, il y a 2z. Donc, هادشي اللي كنا بينا نمونطريو هو هذا. Donc, il y a dit x inférieur ou égal à z, y inférieur ou égal à z implique x plus y inférieur ou égal à 2z. Donc, il y a dit. Donc, il a montré un dit. Donc, on a montré un dit. Donc, il y a dit. Donc, à d'abord, le mot maintenant. Par suite, x plus y supérieur strictement à 2z implique x supérieur strictement à z ou y supérieur strictement à z. غادي تلقاو الرابط ديال النوسيون دو لوجيك في صندوق ديال الوصف. الكور هو هذا، فيه الفقرات ديال الدرس كاملين، وفيه كذلك في السيري ديال ليزيرسيس مع لا كوريكسيون ديالها. الى هنا نصل الى نهاية الفيديو، وفي الفيديو المقبل غنشوفو الغوزونمون باغ ايكيفالونس. كان معكم الاستاذ رشيد العزوزي من قناة مات ويد رشيد. شكرا على المتابعة، نتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.